أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في هذا الموضوع الجديد. على خلفية الفيديو اللي درت مؤخرا، تعرضت لواحد مجموعة من الانتقادات من عند الدواب الإلكتروني اللي ربما ما تعرفوش التاريخ ديال المغرب، اللي ربما نساو أشنو وقع في المغرب، اللي ربما لا أحد يذكرهم ولا هم يعلمون. هنا في هذا الفيديو أنا بغيت غير نذكر الشعب المغربي على ما حدث في 2004. الناس اللي كيقول لك اودي المغرب فعلا يحترم حقوق الانسان ويحترم الديمقراطيه، ما عندناش سجون سريه، ما عندناش اختطافات، ما عندناش تعذيب، ما عندناش. نحاول يعني نعطي للناس نفكرهم، يعني ندير لهم الابديت ان هذا الشيء راه كاين في المغرب. الى ربما نسى، وخصكم تعرف واحد القضيه، ان الانظمه الديكتاتوريه كتستعمل واحد القضيه وهي ظاهره النسيان. كيف ما كتعرفوا ان النسيان الانسان بطبعه ينسى، الانسان بطبعه كدوز يعني تقول لي توقع اي حاجه في المغرب ولا اي حدث غدوز عليه واحد العام ولا واحد العام، صافي المغاربه كينساوه كينساوه، تيخرج ليهم بشي خطاب جميل، تيخرج ليهم بشي بنى ليهم شي حاجه، ما كينساو داك الشيء اللي طرا ليهم. بحال الدراري الصغار، الدري الصغير بحال دابا كتشدو كتعطيه قتله، كتمشي كتشري ليه شي لعبه ولا كتشري ليه حلوه، صافي كيسكت وصافي كيبقى يضحك. هادشي اللي كيطرى للمغاربه كيطرى ليهم بحال الدراري الصغار، كيتصرف مع النظام المغربي بحال الدراري الصغار، كيهلك بهم عصا وكينسيهم وكيبقى يضحك معاهم ويضحكوني، وتيخرجوا تيقول لك عاش الملك وهادو اللي ضد الملكيه واللي ضد النظام خوانه. ولكن يعني علاش كيقولوا هادشي؟ لانهم نساو الماضي. يعني غير مؤخرا في 2004 كانت تنظمات واحد الهيئه اللي هي هيئه الانصاف والمصالحه، اللي كانت جات مع ملي محمد السادس شد الحكم. محمد السادس ملي شد الحكم كانت عليه واحد اش غنقول لكم، كان عنده واحد يعني واحد كان عنده مشكل، كان عنده مشكل انه ملك شاب جا المغرب وديك اللعبه ديال ملك الفقراء وكذا، ولكن المغرب كان فيه القمع في العهد ديال باه والقتيله والاختطاف وداك الشيء، شنو بغى يدير؟ دابا ديك الوقيته ملي الحسن الثاني مات وجا ولده، العالم كله كان كيعرف ان الحسن الثاني كان ملك يعني ديكتاتور، كيقمع كيقتل، قتل عده شخصيات سياسيه، عده شخصيات معارضه اللي اختطفهم اللي عذبهم اللي جلسهم على القراعي اللي فرقعهم، يعني عده اشخاص في ايام الحسن الثاني الذي قام بالتخلص منهم. علاش؟ لانه ديكتاتور، يعني هذه الديكتاتوريه، يعني ان الديكتاتور يتخلص على كل من هو على من على كل من يقف امامه ولا من يواجهه، يعني هذا هو الديكتاتور. أنفكر الإخوة المغاربة والأخوات المغربيات أن في 2004 محمد السادس نظم واحد الهيئة اللي هي هيئة الإنصاف والمصالحة، اللي بغى يدير واحد القطيعة مع الماضي ديال باه، بغى يحيد ديك اللعبة، ديك اللعبة بغى يقول لكم أنا راه بريء من داك الشيء اللي دار. با كان مجرم، با كان قتال، با كان قطاطعي، وبا كان ما يرحمش، وأنا غادي نفضحه وانا راه ما شغليش، انا راه دابا عاد جيت. هذه اللعبه اللي كان دار لك محمد السادس، بغى يعطي لراسو واحد الصوره ديال واحد اللي كيامن بالحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان وكذا، ولكن هو هذا الشيء راه كان مدروس. راه هذيك هيئه الانصاف والمصالحه راه ما دارتش غير هكذاك، راه دارت باش يواجه بها هذا الوقت اللي كنعيشوا فيه حنا دابا، هاد المعارضين اللي كاينين دابا وهذا المناضل اللي كاينين دابا. خلى العالم ولا الغرب ولا الدول الديمقراطيه كتامن به انه فعلا انسان ديمقراطي ويؤمن بالحريه والديمقراطيه. اوكي، ملي عين ديك الهيئه ديال الانصاف والمصالحه، انا هنا كنقول الاخوه المغاربه والاخوات المغربيات اللي كيقول لك لا المغرب ما عمر كان فيه القمع، والمغرب ما عمره كان فيه. هذا الملك محمد السادس عين واحد الهيئه اللي هي هيئه الانصاف والمصالحه. نقرا لكم شنو كاتبين على هذه هيئه الانصاف والمصالحه. قال لك سيدي، هيئه الانصاف والمصالحه هي لجنه وطنيه مغربيه للحقيقه والانصاف والمصالحه، تم احداثها في 7 يناير 2004 بناء على قرار ملكي بالموافقه
على توصية صادرة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعلى الظاهر الشريف، سمعتوا، على الظاهر الشريف، هذا محمد سنسكي اعترف أن المغرب دولة قمعية بظاهر شريف، وسمعتوا، توصية صادرة من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعلى الظاهر الشريف المتضمن للنظام الأساسي للهيئة الصادر ب 12 أبريل 2004. سمعتوا أيها المغاربة أيها المغربيات، محمد السالسي اعترف أن المغرب دولة قمعية، وعاد أنت كتخرج كتقول لي لا، أنت كتكذب، أنت كتكره البلاد، أنت كدير، هذا محمد السالسي اعترف بالمغرب كان دولة قمعية، وهو عاش داك القمع، عاش داك التاريخ اللي كان فيه باه محمد السادس، كيعرف باه أكثر من أي مغربي آخر. علاش هو غاناض وخرج بغى يفضح هاد الشيء، بغى يبرأ راسه، بغى يبرأ راسه من داك الشيء اللي طرف العهد ديال باه، ولكن هو في نفس الوقت بغى يبرأ راسه من داك الشيء اللي داير باه باش يدير داك الشيء ديالو هو بوحدو اللي كيختلف على داك الشيء اللي داير باه. تفهمنا دابا؟ نكمل لكم. قال لك سيدي هاد الهيئة هادي ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. سمعتوا الاختصاص ديال هذه الهيئة، وهو تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من مهامها البحث عن الحقيقة والتحري وتقييم الضرر والتحكيم والاقتراح. ولكن هنا القالب اللي كان دار محمد السادس، القالب دار قالب واعر، ان هذه الهيئه هذه ما تكونش عندها اختصاصات قضائيه، صافي تجي غير تهضر وتبلبل وكذا، ولكن ما عندها حتى شي اختصاص قضائي باش حتى واحد ما يتحكم. هضر نجي لكم واحد القالب اخر واعر على هذه القضيه هذه. هنا شنو كيقول لك سيدي؟ قال لك ويتم ذلك عن طريق برنامج جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئه في تنظمها الهيئة في مختلف مدن المملكة. وسمعتوا في مختلف مدن المملكة، يعني المغرب كله، جميع مدن المغربية عرفت الانتهاكات وعرفت تجاوزات حقوق الإنسان وعرفت الإقالات وعرفت القمع وعرفت الاختطاف، جميع المدن المغربية. سمعتوا؟ ويتم ذلك عن طريق برنامج جلسة الاستماع التي تنظمها الهيئة في مختلف مدن المملكة، تعطي فيها فرصة للأشخاص ضحايا الانتهاكات للتعبير بصفة شخصية ومباشرة عما تعرضوا له من تنكيل وتعذيب وإهدار الكرامة، وما تعرض له ذويهم مادية ومعنوية في عهد الحسن الثاني، ماشي في عهد هتلر ولا في عهد فرعون، عهد الحسن الثاني، مما تعرض له المغاربة من تعذيب وتنكيل وإهدار الكرامة، وما تعرض له ذويهم من أضرار جسيمة مادية ومعنوية في عهد الحسن الثاني. سمعتوا الخوت اللي كيقول لك لا، في بسبب ديال محمد ديال الحسن الثاني حنا دولة متقدمة، شكون قال لك المغرب دولة متقدمة؟ أين هو التقدم في المغرب؟ أين هو التقدم في المغرب؟ فوالا، غادي نرجع لكم القضية الخطيرة اللي كانت وقعات في ديك القضية ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، ملي خرجوا الناس كيعبروا وتفضحوا داكشي اللي طرالين في السجون. أنا كنتمنى من الإخوة والأخوات المغاربة يمشيوا يشوفوا فيديوهات في يوتيوب، راه كاين فيديوهات في يوتيوب الناس كانوا كيعترفوا داكشي اللي كان كيطراليهم في المعتقلات المغربية، بدون محاكمة، بدون دواسة، بدون حتى شي حاجه، كيجيو تيهزوك في الربعه الصباح، كيدوك بلاصه ما عارفاش من كاينه، كيبقاوه لك بالعصا ويجلسوك على القراعي ويديروك الطياره، حتى يا اما كتمرض ولا كيشدك السرطان ولا كيشدك السل، كتموت، بقيتي عايش راك عايش، متي راك متي، حتى واحد ما تيعرفك. ولكن الخطير في هذا الشيء كله ان هذوك الناس اللي قاموا بالتجاوزات ما تحاكموش. عرفتوا علاش ما حاكموهمش؟ عرفتوا علاش ما عطاوش هيئه الانصاف والمصالحه هيئة يعني صفة قضائية؟ باش ما يحاسبوش الناس اللي قاموا بالاعتداءات وقاموا بالانتهاكات. عرفتوا شكون هما؟ وهما اللي حاكمين المغرب دابا، الناس اللي كانوا مسؤولين على الانتهاكات في العهد الحسن الثاني راهما اللي مازال حاكمين المغرب دابا. هادشي علاش هادشي على هيئة المصالحة ما تعطاتهاش صفة قضائية ولا صفة قانونية. سمعتوا؟ لأن الوراثة ديال النظام راه النظام في المغرب يتوارث، القمع يتوارث، الديكتاتورية تتوارث،
وهذوك الناس اللي قاموا بتعذيب الناس وبقتلهم ودابا الاولاد ديالهم والابناء ديالهم والعائلات ديالهم مازال تيعانيو من داك الشيء، علاش ما تحاكموش؟ علاش ما حاكموش المسؤولين؟ ومعروفين معروفين المسؤولين، معروفين المسؤولين الموظفين اللي كانوا في المعتقلات السريه معروفين. غنمشيو غير وزاره الداخليه ولا اي وزاره ولا وزاره الماليه غادي نجيبو لهم الدوسه ديالهم كل واحد فين كان خدام. المسؤولين اللي قاموا بتعذيب هاد الناس، المسؤولين اللي قاموا بقمع هاد الناس، الناس اللي قاموا بدفن الناس اللي ماتوا في المعتقلات. راه كاين ناس اللي راه كاين شي ناس اللي مستعدين يخرجوا يقولوا الحقيقه، كاين ناس اللي مستعدين يخرجوا يفضحوا هاد الشيء هذا، ولكن لا، محمد السادس دار لكم داك القالب، فوالا انا راه ملك زوين، غنجي نحكم المغرب وانا نفضح با، واخا با راه سميتو كان ملك انا نفضح مو، راه هو اللي كان كيقتل وكان كيعذب وكان كيسجن الناس في السجون السريه هذه وانا ما شغليش. ولكن القالب اللي دار لكم محمد السادس باش تعرف حتى هو مشارك في اللعبه الاجراميه، اللعبه الديكتاتوريه، اللعبه القمعيه، وهي انهم اللي عطاو تعويضات الناس اللي كانوا عانوا من هذا الظلم وهذا القمع وهذا، يعني اش غنقول لكم، ان شي حاجه لا تشترى بالمال. ومن اللي عطاو لهاد الناس تعويضات، من جات التعويضات من ضرائب الشعب المغربي، ديك الضرائب اللي كيعطي الشعب المغربي عطاو لهاد الناس تعويضات، بحال راه الشعب المغربي هو اللي عذبهم، هو اللي اعتقلهم، هو اللي جلسهم على القراعي. يعني الشعب المغربي كيخلص، النظام المغربي يرتكب الجرائم والشعب المغربي كيخلص. شتو القالب اللي داروا لكم؟ علاش مثلا ملي هذوك الناس اللي تعرضوا للتعذيب وتعرضوا للقهر واللي سلكوا بقاو حيين، هذوك ابطال هذوك. شتي الناس اللي سلكوا من تازمان مارت ومن المعتقلات السريه المغربيه، والله العظيم الا هذوك راه اكثر من رامبويات، والله رامبو ما يدوز داك الشيء اللي دوزه. ولكن القالب شنو هو؟ علاش ما تخلصهمش المجرم الاول اللي كان مسؤول على القتل ديالهم، اللي كان مسؤول اللي وهما هو عارفهم راه مظلومين، لان هاد الناس كاع اللي خرجوا في هاد الهيئه الانصاف والمصالحه كلهم كانوا مظلومين، كان اللي مشى مسكين غير تقول ما كان داير والو. دونك علاش الشعب المغربي غادي يعطيه تعويض؟ علاش ماشي محمد السادس ياخذ من فلوس باه ويعطي الناس التعويضات؟ لان باه هو اللي كان مسؤول، نورمالمون التعويضات ما خصهاش تجي من عند الشعب المغربي، ما خصهاش تجي من الضرائب ديال الشعب المغربي، خاصها تجي من الصندوق ديال الانصاف والمصالحه للتعويضات الناس اللي كانوا الناس اللي سلكوا من ذاك الجحيم، كان يتخلصوا من النصيب ديال الملك ديال محمد السادس ومن ديال باه وعائلتهم، لانهم هما اللي كانوا مسؤولين على هذا الشيء. الشعب المغربي ما كانش مسؤول، الشعب المغربي ما خصوش يعطي تعويضات لهاد الناس، الملك محمد السادس هو اللي خصو يعطي تعويضات من ماله الخاص، لان ذاك المال اللي ورثه من باه وهذاك الفلوس اللي ورثه من باه هي اللي كانت مسؤوله على ذاك الشيء اللي طرا للشعب المغربي. هنا فين تقولبتوا المغاربه، هنا فين كتقولبتوا، مازال غتقولبوا غادي تقولبوا غادي تقولبوا، ومازال غادي يجي ولدو، مازال غيجي ولدو دابا وغيدير لكم حتى هو هيئه الانصاف والمصالحه، وتا هو غينكر باه ويقول لهم با كان مجرم كذا، واللعبه دائما غادي تبقى هكذا غاديه بحال ما هكذا. الشعب المغربي الا ما اتخذش زمام اموره بنفسه راه حتى واحد ما غيخرجك من هنا. العابد كتولد العابد، شتي في المغرب ما كاينش الرجال، كاين العابد وكيولدوا العابد. انت باك كان عبد وتيولدك انت كيربيك على العبوديه، وانت غادي تولد ولادك وغادي تربيهم على العبوديه، وعاد كتنوض الدوله المغربيه كتخدم لكم الدين وكتقول لكم واحد التقاليد اللي واعره بزاف اللي بزاف المغاربه ما عارفينهاش، كيف ما كنعرفوا في الدول المتقدمه الدول الديمقراطيه ان الطفل ملي كيتولد حتى كيوصل 18 سنه الدوله هي اللي كتداويه، الا مرض باه غير دير السبيطار ما بقى تخلص والو واخا ما عندكش لاسيرونس الدوله كداويه. واش كاين شي طفل في المغرب يمرض ويمشي لاي مستشفى غادي يداويه والدوله غادي تكلف به؟ لا. هنا في المقول به، هنا تيقول لكم هاو الدار هذيك اللعبه ديال ان الانسان وان الابناء زينه الحياه الدنيا وخصكم تولدوا وتهلاو في ولادكم. لا، هنا فاش كيقول لكم هاد الهضره غير باش كيبغوا هما يتملصوا من المسؤوليه اللي عليهم، لان الدوله هي اللي كتكلف بالاطفال من اللي كيولد وقبل من اللي ملي كتكون محامله به، الدوله كتكفل به حتى كيوصل 18 سنه. عاد ملي كيوصل 18 سنه تيقول لي ديك الساعه عاود راسك قلب على راسك، الا بغيتي تخدم خدم، بغيتي تقرا قرا، بغيتي دير انت وشغلك هذاك، تحمل المسؤوليه ديال راسك. ولكن منذ كيكون في البطن ديال الام ديالو
حتى كيوصل 18 سنه الدوله كتكون مكلفه به. واش المغرب كاين هادشي ولا كيجيو كيكذبوا عليكم؟ الابناء زينه الحياه الدنيا وهما تيمشوا تيقولبوا فيكم يعني ديك التعويضات ديال الاطفال في المغرب راه هي باش النظام المغربي داير لاباس، هي باش المسؤولين كياخذوا صالارات خياليه وباش الملك تياخذ ميزانيه ديال القصر كل سنه. والقضيه الاخرى اللي كيقولبوكم فيها ثاني وهي ديك القضيه ديال كنلقى واحد الخبر واحد الظاهره منتشره بزاف عند المغاربه تيقول لك خصني نولد ولادي هما يكبروا باش يخدموا عليا، خصني نولد دوك الحتارف ولا ديك الحتروفه خصهم يكبروا يخدموا عليا. يعني الانسان المغربي الراجل المغربي ملي كيولد ما تيولدش باش غادي باش غيكبر واحد الجيل ولا غيعطي واحد الجيل الوطن ولا غيعطي واحد الجيل اللي غيدير شي حاجه في حياته. نو خصني نولدهم باش ملي نكبر انايا ما نبقاش قدام، خص دير مهم يخدموا عليا، ولا ما خدموش عليا راه مساخط الوالدين. ولكن ما تيقولش هو ان راه الدوله هي مسخوط الوالدين. علاش؟ لان الدول اللي كتحترم راسها الدول الديمقراطيه الانسان ملي كيوصل سن التقاعد الدوله كتكلف به، كتعطيه سالير محترم، الا ما كانش عنده فين يسكن كتعطيه يسكن، كيداوى فابور، الا ما كانش بقى يقدر يخدم ولا ما قدرش يتحرك يجيبوا ليه ناس يخدموا ليه. ولكن في المغرب النظام كيتملص من هذه القضيه بالدين، عاود كيقول لكم فوالا الرضا السخط، خصك انت ملي تكبر خصك تخدم على باك وامك، انت الا كانت عندك حياتك خاصه بغيتي تعيش نو خصك امك وباك خصك، الا ما درتيش راك انت مسخوط الوالدين. وعاد كيزيبوا واحد الحاجه خطيره جدا، كيزيدوا كيركزوا واحد المشاكل خطيره جدا، وهي الانسان ملي كيمشي كيتزوج مثلا الراجل عنده امه وعنده باه ملي كيمشي كيتزوج ما كيمشيش كيتزوج بواحد المراه اللي غيتزوج بها غيبني معاها مستقبل، لا كيجيب ديك المراه خصها تكون خدامه ليه على مو على باه. هنا الدوله كتملص من المسؤوليه ديالها، لان الخدمه ديال ديك الام وديال ذاك الاب راه من واجب الدوله ماشي من واجب الابناء والزوجات ديالهم ولا الازواج ديالهم. واحد الظاهره خطيره جدا في المغرب كيركزها النظام المغربي، وهي واحد هي ديك القضيه ديال ملي كيتولد الراجل عنده ولد صافي خصو يكبر خصو يخدم عليا، او كيقري وخصو يخرجو الطبيب ولا يدير ديك اللعبه ولا المهم يدير، المهم خص داك السيد ملي يخدم راه خصو يرجع. يا شوفوا الكلاخ ديال الانسان المغربي كيفاش كنمشي نخسر على ولادي داك الشيء باش يكمل كبر خصهم يرجعوا ليا بحال كنسلفهم بحال. وهنا راه هنا في الدوله المغربيه كتقول بكم واحد القضيه اخرى، الانسان في الدوله في المغرب ملي كتولد بنت ملي كتولد بنت كيبقى يوجدوا فيها باش تكبر وتزوج. واش كنعرفوا هذه القضيه؟ البنت ملي كتولد في المغرب اش كيبقى خصهم يوجدوها تعرف طيب تعرف تصبن وتعرف تشطب وتعرف دير ودير بركوكش ودير باداز ودير تشطيبه ولكن ما تيحاولوش يكونوها باش تطلع واحد الانسانه مستقله، واحد الانسانه كتعتمد على راسها، واحد الانسانه اللي ذكيه. لا ما هما لا هما خصهم يوجدوها باش تقوم شي واحد. اي ام مغربيه والله العظيم هذا كلام موجه للام المغربيه، اي ام مغربيه ملي كتولد شي بنت كتوجد بنتها باش تقول بشي واحد، لا خصك دير هكذا وخصك دير هكذا وما خصكش تخرجي وخص هذه ودير يعني القوالب. وهذه القضيه ما بقاوش قوالب غير عند البنات ولا عند الامهات، وحتى الانسان ملي كيبغي يتزوج حتى هو كيخدم القوالب. الور دوك الزوج ملي كيتزوجوا تيكونوا تزوجوا على القوالب، وكدوز واحد الشهر ولا واحد العام ولا عامين كيبانوا القوالب تما فاش كتلقاو كنلقاو مشاكل الطلاق في المغرب واصله حتى 95%. علاش؟ لان كلشي مقول، كلشي باغي يقول بشي، ماشي الانسان باغي يبني باغي يعيش حياته، نو ماشي الانسان باغي يعيش حياته، نو انا خصني نقول بشي واحد، الراجل خصو يقول بشي وحده والبنت خصها تقول بشي واحد. راه وهذه المسؤوليه راه ماشي ديال انا ما كان لا اتهم الشعب المغربي، ولكن هنا كما قلت لكم النظام المغربي كيستعمل شي الاعيب وكيستعمل الدين باش كيتهرب من المسؤوليات ديالو. تفاهمنا اخوة الاخوات؟ واحد تحية خاصة للناس ديال المانيا اللي كنا كنعرفوهم وكنا كنهضروا عليهم على المشاكل، كنا كنهضروا على الملكية، كنا كنهضروا على هادشي كله منذ 2006 ايام البالطوك، كنا كنقضي ايام طويله جدا وحنا نتكلموا في هذه المواضيع على الملكيه وكذا وكذا. حتى نقول لكم واحد القضيه،
فاش كندخل البالطوك، فاش كندخل البالطوك كنت كندخل بواحد النيك نيم تا زمان مارت، كنظن بعض الاخوه راه غادي نعرفو، كنت كندخل بالنيك نيم ديال تا زمان مارت وكانوا تيبونصيوني. كنت كندخل حتى القنوات ديال المعارضين كندخل لهم تا زمان مارت كانوا تيبونصيوني. كنت كندخل القنوات ديال العياشه كانوا كيبونصيوني. وهذا الشيء راه في 2002 2003 2004 كنت كندخل لهم تا زمان مارت وكانوا كيبونصيوني. المهم تحيه للناس الالمانيه، تحيه كبيره جدا. كان اخر حديث لنا كان في رمضان ديال 2006، رمضان ديال 2006 كانت هي هذيك اخر محطه اللي كنا اوكي. المهم تحيه للجميع، تحيه للمشاركين والمشاركات، تحيه للناس اللي كيشجعونا، تحيه للناس اللي كيخليو تعاليق. واحد القضيه كنلاحظها، الانسان كيتفرج فيكم ما كيدير لا لايك لا ديسلايك، يعني بنادم شاد شي كنقول لكم المغاربه والله العظيم النظام المغربي خلاكم واحد الشعب زعما ماشي متخلف. يا ريت لو كنتم متخلفين، يا ريت لو كنتم اغبياء، يعني خلاكم الشعب المغربي ولا كصنام كيشوف كل شيء كيوقع قدامه ما كيقدرش يتحرك، ما كيبقاش الانسان كيتفاعل مع داك الشيء اللي كيطرى في الحياه. نو، الانسان المغربي ولا كصنام كيشوف كل شيء قدامه ولكن ما كيقدرش يتحرك، بحال ديك اللعبه ديال الجسم ديالو مات، غير عقله راه خدام، راه كيشوف بعينيه، عيني كيشوف وودني كيسمعو وفمو كيهضر، ولكن بحال الصنم ما تيقدرش يدير، يعني كيسمع الهضره وداك الشيء ولكن ماتوا عليه يديك. دابا بنادم ما كيقدرش يدير لايك وديسلايك، يعني بحال يعني ساحري ليه. انا ملي كتشوف يعني راه ماشي المغاربه، يعني يا ريت لو كنتوا اغبياء، يعني تجاوزتوا الغباء ليه. ما كنعممش. الى تحيه الاصدقاء والصديقات في جميع انحاء العالم، وتبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.